Domin Yusuf. اليوم غنمشيو للسوق ديال اكوراي الخميس، الخميس 22 فبراير. هادي 11:24، حرارة 19. أغنام تبارك الله على اليمين، كاين ما ترعى الحمد لله. نتمنوهم الله أمطار الخير غدا إن شاء الله، غدا الجمعة. صار الجماعة ديال اي تي ازم على اليمين الدرك الملكي. هادي المدرسة، هنا على اليمين تيكون السوق، تيكون واحد السوق صغير نهار الحد. واحد الاخ طلبني على ايت سيدي ميمون حد، هاي تصورته.
تبقى له 8 كيلومتر.
هذا السونتر هذا ديال ابوري. الترخله اليسار كتجي من الحج داك هو شارع محمد الخامس. هادو الجزاره هنايا اللي قدامنا قصبة ديال 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 أغوراي. الطريق اللي على اليسار كتدي الأداروش تخرج المرير توتي وخنيفرة، وهذه اللي تتدي السوق كتمشي حتى لتمشاشط. امشاشات تماراخ وتحمريت حتى هي كتخرج الاداروش، لكن يمكن ناقصه شويه الطريق. هادي على اليسار المقبره ديال اغوري. مسجد الرحمة عفوا شو الكبير في أغوراي ولا لا، ولا كاين شي واحد كبر منه. هنا تيبدا السوق، تيبدا السوق بهذا الشيء ديال الجوطيه من هنا. ندخلو غنصورو شويه بكاميرا، نصورو داخل السوق، ندير واحد الفيديو ان شاء الله بحول الله. شوفوا الاثمنه كي دايره. للأغراس راه كاينين هنا في الباب ديال السوق. هذا هو الباب السوق على اليسار. نطلو شويه على الاغنام، نشوفوا الاغنام واش باقي شي حاجه.
مع اليسار كاين الاغنام سوق الاغنام وكاين التبان وكاين حتى الاعلاف كاينه هنايا. حتى الاعلاف تيشارجيو الاعلاف. شارجيو هادو شي خرفان. هذا هو الجبل ديال السوق. هذا ما عرفش شحال راه هاد الربطات. هادو شحال دايرين دوك الربيطات اليوم؟ هادو ديتهم 300. شحال الوحدة؟ بحال 75. 75 ريال؟ 75 3 دراهم و 75 فرنك. هنا ربطات كبار 4 ب 300. نطلو للسوق نطلو نشوفو واش ممكن. واش ممكن نطلو في السوق ولا لا؟ كاين ما يدير. كاين الغنيمات كاين الاغنام. كي داير السوق اخ صاحبي؟ كاين الثمن. كاين الثمن؟ المارشين وارف الحولي. ايه الحولي والخروفه؟ حتى الخروفه غالي. بحال بحال النعجه؟ النعجه مرات الخروف 40 45 38 على حسب الصغر ديالها. وسميتو الخروف طالع بالعيد. كاين الثمن. كاين الثمن. ايوا الله يسهل عليهم. انا لاحظتك اخويا الله يعطيك. انتم سمعتوا؟ انتم سمعتوا؟ جايه مقابله الشمس شويه ولكن المهم السوق هو هذا. أنا كان شوف سانش. هذا كاين واحد شاد الباب في السوق. شاد الباب واحد. أحمد. حي. زيدي وحيد. سد عليهم سدين وجالسين داك اللعب ديال كنت واحد جيه. هاي الغنم تبارك الله سوق مزيان. هذا بالنسبة للغنم. شي بليصة السوق لا نمشيو حد نمشيو نشوفو مالين الدجاج. نيجي نمشيو مباشرة للسوق ديال الدجاج. هادي كدخل السوق خلاص على اليمين ولكن غنبداو التصوير مالين الدجاج. هدا هدا بغا يغبر عباد الله. سمحنا استاذ. مرحبا مرحبا.
أمالي الدجاج أمالي الدجاج أزي عافاك ندور نحطها هنا الطوموبيل دير الطريق عافاك دير السوق اليوم مزيان بحال دير البيض لا غادي نقيس ديك البلاصه ديال بيبي راه ماشي ديال الدجاج جرح حتى دوك الدجاجات عافاك غير سير غير سير غير سير غير سير غير سير سير خليوها هنا تبارك الله عليكم السلام عليكم